به به تو نمشوا للسؤال الثالث، هو سؤال مزيان شوية وإن شاء الله جاوبنا عليه. سؤال هذا، هل سيعود يعطيك العافية يا الكريمينال فادي، ولا شوف لا؟ الكريمينال مش يرجع ولا لا؟ هاي، السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. كاين الليلة معنا ضيف جديد، خويا بدرو. مرحبا بك يا بدرو. مرحبا يا مرحبا بالكولومبي خونا نفس وينك خويا، المونستير، لاباس شو بالك؟ عليك؟ والله الحمد لله خويا الغالي، لاباس انت؟ والله لاباس الحمد لله، اي أسطورة الستريم التونسي. عايش خويا الغالي يا بدرو، انت هو الاسطورة. به نبداو توا، اوكي حضرت لك شوية سؤالات وان شاء الله تجاوبني عليهم الكل كي، ونبداو توا نتوكلوا على ربي. به اللعب على ربي. به انا مش نحكي تونسي، راني العربية مش اصحابني وياه. راه نحكي كامل تونسي. اوكي خويا الغالي، باهي. برشا عباد معناها فدوا شوية من اللعبة في وقت كتلع كريستيانو رونالدو، في الشخصية بتاع كريستيانو كل شيء. يعني فما مش الشخصية هذه فيها معناها حل، مش تتنحى ولا مش تقعد ولا كيفاش، معناها فسر للعباد، خاطر احنا برشا عباد قاعدين نتسائلوا عليها الحكاية بتاع كريستيانو. اوكي، فيما يخص كريستيانو رونالدو، نعم نحن كشركة نستمع، ولكن مطورين نستمع للاعبين. كل سيرفر ولا كل ريجيون عندها تسمى فيما يقولوا المطورين تاعها، وانا مسؤول على امينه، وانا اسمع من اللاعبين، يجوني كومنتات في الباتل مباشر يقولوا لي الى اخره. اليوتيوبرات ايضا اتصلوا بي قالوا لي لا نريد يعني كريستيانو رونالدو، نحب نقص القوه تاعه ولا نحيوه كاريمون. بون باش نحيوه ما نقدروش نحيوه، بصح باش نقصوه ونعدلوه كيما دوبل فيكتور. نحن في الاستماع، انا كمطور ريبورتيت للشركه، والشركه ريبورتيت للشركه المركزيه اللي هي في الصين، باش نعدلوا فيه وباش نرضيو اللاعبين الكل. هيك هو، الحمد التحديث لله القادم ان شاء الله نعدلوا فيه كيما عدلنا في الفيكتور والى اخره. الحمد لله، مش نرتاح منه، خاطر ديما ولات ديما نسب وهبلني ككريستيانو برضه. باه باهي، فما حاجة جديدة وصلت يعني، ولاو يعملوا فيها كل اللايكات، برشا عباد ولات اللايكات متاعهم معناها يزيدوا في اللايكات وكل شيء. فما جليتش يعني، مش تتنحى الجليتش شاكي، ولا فيها تبنيت، فيها عقاب، ولا معناها شنو هي حكايتها؟ لايكات لقيت على اللايكات هذيك. اي بون انا مش راح نقول لك اي شيء يعني مخالف لقوانين اللعبه، راح في النهايه الحساب راح يتبنى، فهمت؟ يعني مش نقول لك على اللايكات في حد نفسها، ولكن كما في اللعبه عندما تحملها تيرمي كونديسيون يقول لك اي شيء مخالف لقوانين اللعبه راح يؤدي الى انت تتحمل العواقب، يعني صاحب الحساب هو اللي يتحمل العواقب. لذلك من الاحسن تتجنبها باش تفيتي اي مشاكل، لانه يعني سونر اور ليتر يعني عاجلا او اجلا راح اطيح في الفخ. من اللي من غير ما نعملها فاست لايكات. بالطبيعه بالطبيعه. اني خواف، اخاف على الحساب متاعي. باه باه، تو نمشيو للسؤال الثالث، هو سؤال مزيان شوية وان شاء الله تجاوبني عليه. السؤال هذا، هل سيعود يعطيك يا الكريمينال فادي، ولا شوف لا؟ الكريمينال مش يرجع ولا لا؟ الكريمينال الكريمينال باش يرجع، فهمتي؟ لا، نقولها لك اظن اول مره يعني ننصي عليها بصفه رسميه، يعني راح يرجع، ولكن متى؟ يعني انا اقول لك فقط نصف الاجابه. اوكي، يعني متى ساقول لك في وقت لاحق، لانه لدواعي من الشركه لا استطيع اقول متى بالضبط، فهمت؟ ولكن سيرجع ان شاء الله، لانه كما قلت لك هي معركه بين اللاعبين القدامى والجدد. عندما تصفى المعركه هذه الشركة تقرر وتسمع الأغلبية ونرضي الكل بربي إن شاء الله فهمتك، معناها الكريمينال مش يرجع. يرجع إن شاء الله. باهي، تو ندخلو هكا في حياتك انت شوية، شنو قريت خويا بدرو باش وصلت معناها تخدم مع القارينا؟ وش قريت؟ مهندس أرشيتكت، مهندس معماري، ون أركيتيتو، ومن بعد من ثم قريت الهندسة. والهندسة على بالك فيها لي بروغرام 3 دي هذوك، بقيت نبربش انا في لي بروغرام، حتى تعلمت البرمجه والبروغراماسيون، بديت ندخل في يعني في دومين خاطيني. ومن بعد فوالا جيت نخدم في كارينا، كنت نقرا في ايطاليا وبوستوليت في كارينا، قبلوني داروا معايا انترفيو، جيت بلونجلي وجاونا احلى شغل. كاو جوك، احلى جو، ربي عينك يا خوي. باه عايزك باه، كل فما يوتيوبر يعني ياخذوا كودات، معناها كل يوتيوبر ياخذ كودات وكل شيء، يعني فما ممنوع يبيعوا كودات ولا حاجة عادية؟ كيف تعرف انت يوتيوبر يبيع كود؟ بالطبيعة معناها ممنوع. بالطبيعة بالطبيعة ممنوع. نعم، يعني لو اكتشف اي واحد يبيع الكودات يعني راح يجبرني اني اطبق عليه القانون، لانه نحن في الشراكة اليوتيوبرات عندنا قوانين معينة،
لازم يتابعوها، يعني دوز اند دونتس، يعني الاشياء اللي لازم يعملوها، الاشياء اللي ما لازمش يعملوها. اي واحد يخرق جهه من جهتين راح كشركه راح يجبرنا بشيء، ولكن باذن الله كل شيء تمام، ويجب ما يعملوش الاشياء هذه. فهمتك، معناها كانني جيت نهار دخلت للشراكة نبيع بالسرقة. بقول حتى كيف كيف كون حاكم كون ديك الحاك في مونستير. إيجا مرة لتونس، إيجا نفرح في خويا راه. يا إيجا ولدي لتونس، تونس في الحدود ونسكن، يعني مشيت لها 5 مرات، 5 فوا في 2019 قبل ما نجي لهنا، 5 فوا. قديش عمرك يا وكل باري؟ عام في عمري 27. وانت سامح تحكي بالعربي ما وانت فهمت. عندك 27 سنة وانت؟ يعني عمري 24 سنة. با يا نسحق الشباب يشوف يدخلنا في الشراكة، يا الأخدم لازم انت ستريمر، فهمتي؟ انت ستريمر قوي، بس لازم تكون تصبح يوتيوبر قوي ايضا، فاهم؟ باش يدخلك الشراكة. ان سمحنا شاء ان كنا شاء الله، نقولوا ها واحد كيعمل فيديوهات كل مرة ندخلوا الشراكة، وان شاء الله فيه جو واحد. ان شاء الله يا خويا بدر. باهي تو سؤال، لماذا كثير من الناس يخربون روماتك مع ذلك تعطي كود للمخرب؟ اي جاوبني عليها خويا. هذا حد تتفل دوك نعطيك الإجابة. الروم تاع ناس تخرب عادي، بكلاخانز وبآدم بالله. وين الروم تاعي؟ شكون اللي يخرب هذه؟ واحد ساكورا، ساكورا لابس التريكو تاع آدم، وش سموه هذاك البونتاكور تاع آدم، وعنده ساكورا فاير باس الأول، خرب لي الروم. وش نمشي ندير أنا؟ نمشي نجوتيه في سكود ونعطيه كود. ولا صديقي ساكورا ذاك، وراه يعني مستعد تعطيه كود في كل مرة يأتي. لحد فهمت، الساعة لا أعرف من هو، يعني ساكورا ولا شيء أسطوري يعني. هكا هو مال اخويا، نبدا نجي في رومات وكون خرب الرومات وناخذ كودات، حتى انا عندي كريمينال، ما عنديش ساكورا ما عندي كريمينال. وهو ما عاد في البوتوت كيما هكا، البوتوت مباشرة، يعني تخسر سيدي كود، تربح سيدي كود، تخرب الكود سيدي كود، يعني كي تخرب هو جو تعمل جو، فهمت؟ شغل تكون عامل روم باش يروم تخريب، وش نقول لهم انا؟ كي تخربت يلا اللي يدي البوي ياخذ كود. هكا هو ولي افصل يقول في بعضهم بالبوكس دي. افصل بر. باهي شكون احسن يوتيوبر في نظر الشركة؟ هاي جاوبني عليها بدر، هذا ايه تقوليش الكل احسن والجميع وكل شيء، احسن يوتيوبر اوكي. في الشرق الاوسط. ها انا كانفلونسر مانجر، ولا يعني مسؤول على اليوتيوبرات، ارى ولا الشركه بعين الشركه شوف اليوتيوبرات اللي يطبقوا القوانين، يقولوا لهم هناك بعض القوانين يتبعوها، يحترموا القوانين طبعا، وكما تحترمها من شركه عادي، احترام متبادل، وتوفر لهم الاشياء اللي يحتاجوها. في نفس الوقت راك تعرف يكون محتوى مميز سبيسيال هكا، باغ اكزومبل حسب المثال، يعني كمحتوى سبيسيال هو لورد احمد، يعني يصنع فيلمات فري فاير، يعني محتوى يونيك، ولا يونيك بالفرنسي، ولا كيما نقولوا على سبيل المثال يشرح للاعبين الاحداث، شخصيه جديده يشرح لهم سكيلز، يشرح لهم لي كومبيتونس تاعها، يشرح لهم حوايج كيما هكا. واضح يا اخوي. اوكي باهي، تو اخر سؤال اخويا بدرو، وان شاء الله تو تجاوبني عليه اخويا بدرو. إن شاء الله أجاوبك على ما الأسئلة هي كلها. حقيقة تبنيت حساب وايت؟ أوكي، حقيقة تبني حساب راح نجاوبك عليه، وفي نفس الوقت مش راح نجاوبك عليه أكثر. سالي أوكي، شوف، فيما يخص تبني حساب وات، قصة كيما نقولوا وحديها، بإذن الله في يوم من الأيام راح، يعني راح هناك عدة تساؤلات فيما يخص السؤال هذا. في الوقت الحالي كما قلت لك هذا واعي من الشركة، كان بعض الأسئلة لا أستطيع أجيب عليهم، وهذا من ضمنها، ولكن في المستقبل ربما إذا يعني سمحت الظروف تاع الشركة أول واحد راح أجاوبه هو أنت. معناها مش نعرف اني تو. قلت لك راح أجاوبك ومش راح أجاوبك في نفس الوقت. مريقل اخويا بدري، خلي اخويا الغالي ومرحبا بيك، وشو بلا شغل مزيان، مرحبا فيك. وقت وباش خلي يبدا يوتيوب باش ندخل لك شراكة، وأي واحد يسمع فينا الآن، أنت هاو الكولومبي عندك قناة في اليوتيوب ولا لا؟ عندي قناة في اليوتيوب اها، قد عندها قدهن 1000، عندها قدهن مشترك، فيها 70,000، اما نعمل في لايف ها ستريم. فوالا، هو ستريمر وثم اسطوره في ستريم، وبرب ان شاء الله يولي اسطوره في اليوتيوب، وانتم عايزين تقدروا تصبحوا اسطوره في اليوتيوب. اي واحد يسمع فينا باش يبدا قناه يوتيوب باش ندخلوا الشراكه، وجو احلى جو.
اوكي خويا الغالي، اي السلام عليكم الناس الكل، كي ما تنساوش اللايك والسبسكرايب يا عم بوزينك بدرو، وان شاء الله نتلاقاو مره اخرى كي نخدموا من بعدنا شراكه وفازات وكل شيء. عندك وديت ان شاء حاب الله يا بيع رب. نشري راه كنت اتمنى الباقي الممنوع. معطيه. اي السلام عليكم، اي يلا تشاو لولا، تشاو تشاو، سلام.